هذا هو الحسن البصري، وقارن بين حاله وحال جملة من المتصدرين في هذا العصر. أراد رجل من طلابه أن يقبل يده فمنعه، فقال: أليس يجوز أن تقبل يد العالم؟ قال: نعم، ولكن هل رأيت عالما؟ ومنعه رحمه الله رحمة واسعة. فهذا نظره إلى نفسه، فكيف بالذين يبسطون أيديهم في هذا الزمان لتلعق؟ وعلى طلاب العلم ألا يفعلوا ذلك، ولما يفعلون؟ وأي جدوى من ورائه؟ إنما هو فتنة على من فعل به ذلك، وهو مذلة لمن فعله، فدعونا من هذا كله.